ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناشطة الحقوقية نور الخطيب. سيدة نور، بماذا يستفيد نظام الأسد والأنظمة المشابهة له من اتباع سياسة الإخفاء القسري؟ أو بعبارة أخرى، ماذا يمكن أن يحقق الإخفاء القسري للنظام من مكاسب؟ نعم، حقيقة النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد الأب وحتى عهد بشار الأسد اتبع سياسة الاختفاء القسري بحق المجتمعات السورية كافة. الهدف الأساسي كان منها هو بث الرعب والخوف في هذا المجتمع لتحذيره من عواقب أي نشاط معارض للسلطة السورية. هنا اتبع نظامين الحكم الخاص بعائلة الأسد سياسة الاختفاء القسري بحق المعارضين، بحق المتظاهرين، بحق كافة فئات المجتمع السوري لتحذيره من عواقب أي نشاط معارض للسلطة السورية. نعم، طيب من هو المعني دوليا بخصوص متابعة شؤون المختفين قسريا ومعتقلي الرأي في سوريا وغيرها؟ وهل من محاسبة للحكومات المتعدية؟ طبعا هلا نحن بالشبكه السوريه لحقوق الانسان نراسل يوميا المقرر المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا. نقوم بتوثيق حالات فرديه وجماعيه لحالات الاختفاء القسري التي تحصل بسوريا، ولكن يعني جميعنا يرى ان مدى التقاعس الدولي في كافه ملفات القضيه السوريه ليس فقط في مجال المختفين قسريا. دائما جميع الاعراف الدوليه وجميع المنظمات الدوليه كانت توصي النظام السوري والحكومات الدول جميعا بشكل عام بالكشف عن مصير المختفين. قانونيا لا يحق لأي طرف كان، سواء كان الحكومة السورية أو أي جهة ثانية من الأطراف الفاعلة في القضية السورية أن تقوم بعمليات الاختفاء القسري. قانونيا يحق لهم أن يقوموا بعمليات الاعتقال، ولكن لا يحق لهم أن يقوم بأي عملية اختفاء لأي معتقل كان مهما كانت التهمة الموجهة لهذا المعتقل. فلذلك يعني الاختفاء موجود والأسوأ سوريا في العصر الحديث، ولكن يعني حتى هذه اللحظة يوجد تقاعس دولي تجاه حل هذه القضية. نعم، طيب تقريركم وثق نحو 75,000، ونقلت رئيس عن لجنة التحقيق الأممية أنهم 65,000 بفارق 10,000، كيف ذلك؟ تمام، حقيقة عمليات التوثيق تختلف بين منظمة وأخرى. نحن في الشبكة السورية نعتمد لدينا منهجية ولدينا داتا معلومات خاصة بحالات الاختفاء القسري والتي نقوم بتوثيقها منذ آذار 2011 وحتى هذا اليوم. ممكن تختلف القيم الرقمية بين منظمة وأخرى بحسب نشاط كل منظمة وبحسب المنهجية التي تعود لها كل منظمة في عمليات التوثيق. نحن في الشبكة السورية وثقنا قرابة 75,000 مختفى قسريا لدى جميع أطراف الداخلة في النزاع السوري. طبعا يعتبر النظام السوري هو الجهة الأكبر، نعم، ولكن يعني كما قلت لك أن هذا يعني يعود لحسب منهجية التي تتبعها كل منظمة. نعم، شكرا لك سيدة نور الخطيب عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان.